السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم ومكملين في الفيديوهات الشتوية. هنعمل كارديجيان بنص كم كده، يبقى شكله جميل جدا ان شاء الله يعجبكم وينال على رضاكم. اول حاجة باخد القماش البرسل على البرسل، وقلنا يعني ايه برسل اكتر من مرة، يعني اطراف القماش اهو، طبقوا على بعضه بالشكل ده. طبقنا على اربعة، مطلعين بره حوالي 4 سنتي للامام. تمام، هنعمل تسويه الاول بعرض القماش او بعرض المسطره عفوا اهو. المارك ده نوع مش لذيذ، يعني لما تيجي وتشتري مارك ويقول لك مستورد ولا مصري ما تفرحيش قوي بالمستورد. اول حاجه المصري في المارك ده احسن. تمام، طيب باخد هنا من الناحيه المفتوحه دي 20 سنتي اهو، نص عرض الظهر لقياس 2 اكس لارج. تمام، وبنزل 22 سنتي، قلنا عشان بنزود 2 سنتي. هعمل لكم فيديو عن الاختلافات ما بين الاطفال والحريم. تمام، ونفس الخط ده كده هطلع حوالي 5 سنتي اهو، وهعمل الدوران بالشكل ده. تمام، هنا باخد دوران الرقبة 7 سنتي، الخلف عندي مقفول والامام هو اللي مفتوح، وبنزل هنا حوالي 3 سنتي. تمام، باخد الطول الكلي للكارديجيان او الجاكيت المفتوح اللي انا عايز اعمله، الطول الكلي للموديل، والموديل ده انا ما بحتاجش فيه غير القياس بتاع الطول. نحدد الطول اللي انا محتاجاه اهو، فانا هعمله 115 سنتي على حسب، ممكن يبقى 100 كفايه اهو. وبكده تمام، والجزء ده اللي انا هعمله نص كم، يبقى انا الحكايه كلها معايا متر وربع. تمام، عشان اعمله اهو الشكل ده، وهاخده كده حوالي 15 سنتي، وهنزل بتقسيمه كده ايه لغايه الاخر. تمام تمام، هنا الامام هزود بس في الدوران، او عايزاها مثلث زي ما انت عايزه. طيب كده هو خلاص يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه غير ان بس هنا في الامام هدخل 2 سنتي كده اهو، وابعد عن الخط ده والخط ده. تمام، طيب النص كم بتاعي اهو، الشكل ده هيكون 25 × 25 سنتي، 25 × 25 سنتي. الليكرة بتاعتي الاتجاه مطلوب اهو الشكل ده كده، يبقى 25 × 25 اهو. وهنا الناحية المقفولة بالشكل ده، حابة تطولي اكتر بحيث انه يبقى تلتين كم مفيش مشكلة، عايزاه نص كم زي ما انا عاملاه برضو مفيش مشكلة. الخياطة من اسهل ما يكون، الخياطة ان انا بفرد الجزء ده بتاع الظهر اهو، وبركب عليه الجزء الامامي اهو. هاخد هنا دوران الابط شكل ده كده اهو، هخيط الاكتاف والناحية التانية بنفس الطريقة بالشكل ده، هخيط الاكتاف مع بعض.
بخيط الكتف اهو على الكتف، بالشكل ده، وبفرد عشان اركب الاكمام. اسرع حاجة ممكن تعمليها، ممكن تبقى مشروع قائم بذاته كمان، يعني تخصص الكارديجيان، بكم وبنص كم وقط بقى وكل الالوان وباختلافها، يعني تبقي صاحبة براند لحاجة معينة. طيب اهو الشكل ده كده، الكم مظبوط ما فيهوش اي زيادات. وباخد طرف الكم من هنا واتنين، تانية واحدة مش محتاجة اعمل اتنين، وبقفل الكم بالشكل ده. الكارديجان من القطع المهمة جدا، ما ينفعش تستغني عنها ابدا، لان اي حاجة عندك في دولاب مش طويلة وحابة تلبسي عليها تلبسيها، ممكن تلبسي عليها كارديجان. تمام، نسيب الجزء ده كده مفتوح اهو، تمام، واخيطه بالشكل ده. كده انا خلصت جنب كامل، الجنب التاني بنفس الطريقة. اهو بفرد الكم من البداية، ماخدش معايا دقايق اهو، واقل فواصل ممكن تشوفوها في الفيديو ده. واحنا عايزينك توصلي للاحترافية دي، وممارسة الخياطة تكون بالنسبة لك من اكتر الاوقات الممتعة في الحياة، يعني عموما اهو، اللي هو الوقت اللي انا هبدع فيه، اللي انا هعمل فيه قطعة جميلة، ده وقت لازم يكون جميل اهو. ده اتنينكم بنفس الطريقة اللي عملتها في الجنب التاني، وما انساش الحتة المفتوحة اللي انا سبتها اسيبها برضو هنا عشان اعرف قياسها. اجي من تحت كده اهي، واروح ايه قايسة عشان اوصل للقياس المظبوط. طيب لسه لغاية هنا، حط كده نفس الحكاية، اتنيها واتني بقى الطول. شريط بعد ما قلبناه
كده دوران رقبة. اه يا جماعة كده اظن ان كده يبقى شكله ممتاز، طقم كامل متكامل. اللي من تحت ده عملناه في فيديو، والكاردي في فيديو اخر، وجميل ومريح جدا، من الحاجات العملية المريحة في الشتاء، وفي نفس الوقت الوانها هادية. وبشكركم جدا جدا للمتابعة للاخر، اللي وصل معانا للاخر يقول وصلت، واتمنى يكون عجبكم وتنفذوه. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.